وفي صحيح مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فالمؤمن في كل حياته يستعين، ومن أعظم ما يستعان به الدعاء. فتدعو الله جل وعلا في الظاهر، فتدعو الله تعالى في العمل وقبل العمل وبعد العمل. فالمؤمن حياته دعاء، حتى قال بعض السلف: إني لا أسأل الله ملح عجينك وعلف دابتي. بعض الناس يظن أن الدعاء لا يكون إلا في الأمور الكبرى كالجنة والنجاة من النار. لا، الدعاء يكون حتى في إصلاح سيارة وفي اجتياز امتحان. انظروا ايش قال: قال إني لأدعو الله في ملح عجينتي وعلف دابتي. يعني كل شيء تظنه أنت حقيرا، ولكن دعاءك يكون به هذا الأمر عند الله عظيما. وبعض الناس يستكبر ولا يدعو، ولهذا سيأتي معنا الله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فالذي لا يدعو الله متكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر كان يدعو ويدعو حتى سقط رداؤه من عليه، ورأى أبو بكر بياض إبطيه، فقال له: يا رسول الله لقد ألححت. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويكرر حتى كبر بعدها وقال: جاء جبريل يبشرني بأن الملائكة جاءت وحضرت. وحينها قطع النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. ولهذا قال: والجأ إليه، أي إلى الدعاء في البأساء والضراء. بعض الناس متى يدعو؟ لا يدعو إلا إذا نزلت به الضراء. أما إذا كان في السراء فإنه يظن بأنه مستغن عن الدعاء، وهذا من الغلط. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله في الشدة، ادعوا الله في الرخاء يستجب لكم في الشدة. وهذا نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة. بعض الناس لا يعرف ربه إلا في الشدة. وهذا حال فرعون الذي لما نزل به الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. إيش قال الله تعالى؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالله تعالى لم يستجب إسلام فرعون لأنه أسلم عند الغرغرة، وعند الغرغرة الكل يسلم، أي كافر حضرته الوفاة سيسلم لأنه يشاهد الملائكة تنزل عليه. فانتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، والإيمان المطلوب منك هو أن تؤمن بالغيب. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب، وقال: من خشي الرحمن بالغيب. أما بالشهادة الكل يسلم، من رأى جبريل كنا كل العالم سيسلمون، لكن الله اختبرك بأن تؤمن به وأنت لم تره، بل رأيت آياته واستمعت كلام رسله وقرأت كتبه. ولهذا قال: والجأ إليه في البأساء والضراء. ولهذا جاء في بعض الآثار أن العبد إذا نزلت به ضراء ودعا الله، يقول الله تعالى لملائكته: هذا صوت، أو يقول الملائكة لله: هذا صوت معروف، فاللهم استجب له. يعني الملائكة تدعو معك. ليش تدعو معك؟ لأن الملائكة تقول: هذا صوت معروف بالدعاء. متى كان معروفا؟ كان معروفا في السراء، فلما نزلت به الضراء استجاب الله له. فإذا أردت أن يستجيب الله لك إذا حل بك البلاء، فأكثر من دعاء الله وأنت في الرخاء، وقت ليس عندك مشاكل وأنت في صحة وعافية. إذا أكثرت من الدعاء في أيام الرخاء، صدقوني ستروا العجب إذا نزل بكم البلاء، وكل منا لا بد أن يبتلى يوم من الأيام. فهمتم؟ وانت انظروا في الدنيا، ولله المثل الأعلى، بعض الناس لا يأتيك إلا إذا جاءته مشكلة، هذا مع الأيام ستتركه، تقول: هذا لا يعرفني إلا إذا نزلت به شدة. أما صاحبك الذي يحبك ويسأل عنك في الرخاء، هذا إذا احتاج إليك في الشدة سيجدك، ولله المثل الأعلى. ولهذا قال: والجأ إليه في البأساء والضراء، فإن الدعاء سفينة لا تعطب. لا يمكن أن تتعطل سفينة الدعاء. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. واضح؟
لأن الأسئلة الأخرى في القرآن يسألونك عن الأهلة قل، يسألونك عن المحيض قل، ويسألونك عن ذي القرنين قل. إلا هنا في الدعاء قال وإذا سألك عبادي عني قال قل لا فإني قريب. حتى في اللفظ ليس هناك واسطة، ترفع يديك إلى السماء وتسأل رب العزة جل جلاله ويستجيب لك بإذنه سبحانه وتعالى. ولهذا قال وحزب لا يغلب.